أوبر بقالها فترة عاملة مشاكل، وتحديدا بعد قضية كده عندنا اتشهرت مؤخرا، ولكن قضية النهاردة مختلفة عشان القاتل اتشهر باسم سفاح أوبر. بس كالعادة قبل ما نبدأ عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. النهاردة هنروح مدينة كاليمازو اللي موجودة في ولاية ميشيغان الأمريكية، وتحديدا يوم 20 فبراير 2016. في اليوم ده على الساعة 4 العصر كده، راجل باسم مات ميلون فتح تطبيق أوبر وطلب عربية عشان يروح لواحد صاحبه، وفعلا بعد دقايق كابتن باسم جيسون دالتون قبل الرحلة، وكان جاي في عربية شيفروليه فضي، والحلو انه كان واخد تقييم كويس فشكلها كده هتكون رحلة هادية. وعشان تكونوا فاهمين، بره عكس هنا، يعني احنا هنا بنركب جنب الكابتن عادي، بس بره لا، عشان سواء العميل او السواق ذات نفسه يكونوا واخدين راحتهم على الاخر. وهنا كانت الحاجة الغريبة، عشان لما مات كان جاي يركب لقى كلب قاعد ورا، ودي حاجة عكس قوانين اوبر، بس هو قال مش مشكلة وركب جنب جيسون، يعني الكلب شكله لذيذ ويعني خلاص. هل بقى الرحلة ذات نفسها كانت هادية؟ طبعا لا، عشان وهم في الطريق جيسون جات له مكالمة، وبعد ما قفل ابتدى يزود السرعة في السواق ويحود يمين وشمال ويتفادى عربيات بسرعة جدا، لدرجة انه خبط عربية، وبدل ما يقف عشان يشوف ايه اللي حصل هو كمل اكن مفيش اي حاجة حصلت. وطبعا مات ساعتها كان مرعوب وقعد يقول له نزلني، بس جيسون كان عمال يقول له طول الطريق وهو بيسوق بسرعة مالها سواقتي، اللي هو انا مش يعني حضرتك انت مش واخد بالك. وهنا مات شاف ان الحل الوحيد ان هو ينط من العربية، وفعلا عمل كده، وبرضه جيسون موقفش، هو كمل في طريقه عادي. ولما مات قام بعد الوقعة اتصل بالشرطة على طول. Crazy driver. I just got an Uber to my friend's house. On the way there he was driving erratic. He hit a car. He drove through the woods. And I finally just jumped out. Did you want to talk to an officer, or you just want me to put out an alert over the radio? I just wanted to report it. أنا المكالمة دي الصراحة نرفزتني شوية، أنا حسيت إن الست اللي بترد عليه كانت بتقول له اللي هو اخلص يعني خلاص بقى أنت ما تصدعنيش. بس هل الموضوع خلص على هنا؟ لا، عشان بعدها الشرطة فضل يجي لها بلاغات كتير عن نفس العربية. والموضوع كبر لدرجة ان حبيبة مات شخصيا نزلت على الفيسبوك اللي حصل، وحذرت الناس من انهم يستخدموا اوبر او يركبوا مع جيسون. طبعا دلوقتي اكيد هتقولولي الشرطة قلب الدنيا، هما معاهم اسمه، معاهم رقم العربية، معاهم حتى صورته، فهل بقى عملوا حاجة؟ في الواقع لا، هما ولا دوروا عليه ولا على العربية. هتقولولي ليه؟ هقول لكم معرفش، بس كسل اعتقد، اللي هو يا عم محدش مات خلاص كبر مخك. ودي للأسف كانت أكبر غلطة الشرطة عملتها، عشان بعد ما ساعات عدت والدنيا هديت ومفيش أي بلاغات تاني حصلت، ست باسم تيانا كانت بتتمشى مع أطفالها في الشارع، ومرة واحدة سواق أوبر وقف جنبها وسألها لو اسمها ميسي. مين ميسي دي؟ قال لها إن في واحدة طلبته ومش لاقين بعض، فطبعا تيانا قالت له لأ، فالراجل مشي عادي جدا. ولكن مرة واحدة لف بالعربية ورجع لها تاني، وساعتها ضرب نار عليها هي وولادها حوالي 15 رصاصة، وبعدها جري بسرعة لدرجة انه خبط عربيته جامد، بس هو كمل عادي. فطبعا الجيران لما سمعوا صوت الرصاص خرجوا بسرعة وودوها المستشفى، وهناك عرفوا ان في 4 رصاصات من اصل 15 رصاصة جم فيها، ولكن من ناحية اطفالها فالحمد لله ما حصل لهمش اي حاجة. بس بعدها طبعا الشرطة جات لها بلاغات كتير، وكلهم قالوا انهم سمعوا صوت طلق النار، ولكن محدش فيهم شاف مين اللي كان جوه العربية. ولكن لحسن الحظ كاميرات المراقبة اللي كانت حوالين المنطقة صورت عربية الفاعل، وساعتها شافوا ان العربية نوعها شيفي ولونها فضي، بمعنى ان الفاعل اكيد جيسون. وهنا خلاص الموضوع قلب جد، فبلغوا الضباط اللي على الطريق انهم يدوروا عليها، بس الغريب ان محدش فيهم شاف العربية دي تاني، والدنيا لتاني مرة فضلت هادية لغاية ما ابتدى يجيلهم بلاغات للمرة التالتة من ناس سمعوا صوت طلق نار في معرض عربيات لكيا. Hi, we just drove by the Kia, and a guy just shot some people in the parking lot, and there were 2 guys laying on the ground and 1 guy pointing a gun at them. بس عقبال ما البوليس والإسعاف وصلوا لقوا 2 اتقتلوا، راجل اسمه ريتشارد سميث
وابنه تايلر اللي كانوا اصلا هناك عشان يشتروا عربية لتايلر اللي لسه تامم 17 سنة، واللي الشرطة عرفته من خلال الكاميرات ان عربية القاتل كانت شيفورليه سودا. وهنا الشرطة اتصدمت، الله، مش هو المفروض يكون راكب عربية فضي؟ هو جيسون مش لوحده ولا ايه؟ هو كم حد بيعمل الجرائم دي النهاردة؟ كل ده في يوم واحد، متخيلين؟ ولكن دي برضو ما كانتش نهاية اليوم المرعب ده، عشان بعد 15 دقيقة الشرطة جات لها بلاغات للمرة الرابعة من ناس بتقول انها سمع صوت ضرب نار في الشارع اللي اصلا كان على بعد 8 كيلو من معرض عربيات كيا، يعني اكيد نفس الشخص ده هو اللي موجود هناك. ولكن للأسف برضو عبال ما وصلوا لمسرح الجريمة لقوا 4 جثث، وكلهم كانوا لستات كبار في السن، ماري، دورثي، ماري جو، وباربرا. وكان في برضو بنت اسمها أبيجل، ولكن لحسن حظها نجيت مع ان الرصاصة كانت جات في دماغها. وطبعا يعني الشرطة ساعتها ما كانتش فاهمة هو ايه اللي بيحصل، هل هم كذا قاتل وعملوا خطة في نفس اليوم، ولا ده شخص واحد بيخلص على الناس. الشرطة ما كانتش قادرة تفهم ايه اللي بيحصل في اليوم الا اقل ما يقال عليه انه واحد من اغرب الايام اللي شافوها في حياتهم. وكل اللي عملوه انهم وزعوا كل المعلومات اللي عندهم، عربيتين، واحدة منهم شيفورليه فضي ومخبوطة من قدام، والعربية التانية شيفورليه سودا. ومحطات الاخبار كلها كانت بتغطي الاحداث دي اول باول. ولكن على الساعة 12 بعد منتصف الليل ضابط شاف عربية شيفورليه سودا بتنزل ركاب عادي جدا، واضح انها اوبر، بس فضل ماشي وراها بالراحة، وفي نفس الوقت طلب الدعم من الشرطة اللي حواليه في حالة ان الشخص ده لو فعلا القاتل فأكيد هيكون مع سلاح. وبعد دقايق الضابط شغل السرينة، بس بدل ما العربية تجري هي وقفت بكل هدوء. ولما الضابط طلب من السواق ينزل لقوا جيسون، وكان لابس بدلة مضادة للرصاص، بس الغريب انه ما قاومش نهائي واتقبض عليه من غير ما يعمل اي مشاكل. بس مين بقى جيسون؟ ايه السبب؟ استعدوا يا جماعة عشان كل ده بالنسبة لي كان التمهيد للحلقة بتاعت النهاردة، عشان الجنون كله كان في قصة الراجل ده. جيسون اتولد في 1980 في ولاية انديانا، ومتجوز واحدة اسمها كارول، وعندهم ولدين، واحد اتولد في 2001 والتاني في 2006. وحلم عمره كان انه يكون ضابط في المنطقة بتاعته، ولكن فشل فاشتغل شوية كميكانيكي وبعدها مسؤول تأمينات. ومع ان محدش كان يعرف تفاصيل قوي عن حياته عشان هو كان شخص هادي جدا، بشهادة جيرانه او اي حد يعرف جيسون هو راجل طيب ومثمر في المجتمع، يعني شخص ليه فايدة. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي كانوا عارفينها عنه انه بيعشق الاسلحة، عشان في وقت فراغه كان بيخرج للجنينة اللي قدام البيت ويقعد يضرب نار على الشجر بقى وفي الهواء والجو ده. بس في نص 2015 جيسون ابتدى يتغير وبقى يتعصب من اي حاجة ويعامل العملاء بشكل سيء، لدرجة ان زمايله في الشغل كانوا بيقلقوا منه، وكذا مرة مديره يتكلم معاه ويقول له بلاش التعامل بالطريقة دي. ليه بقى كان بيعمل كده؟ محدش يعرف. هو مرة واحدة تحول من شخص هادي جدا لشخص كل يوم لازم يعمل مشاكل، بس دي كانت البداية بس، عشان في 2016 جيسون قرر يشتغل شغلانة تانية بجانب شغله الأساسي، وفعلا اشتغل في شركة أوبر، واختارها بالذات عشان طريق الشغل طويل، فبدل ما يروح ويرجع لوحده ياخد ناس معاه بالمرة. وهنا تيجي المشكلة، عشان جيسون ما كانش بيفهم قوي في التكنولوجيا ومش بيعرف يقفل التطبيق، فبالتالي بيقعد طول اليوم يسمع صوت إشعارات أوبر الصبح بالليل طول اليوم. لدرجة انه ما بقاش يعرف ينام وبقى دايما تعبان ومكتئب. طب ما يقفل التليفون يرميه في أوضة تانية، يسأل حد من عياله يطفيه؟ لأ، هو ما عملش اي حاجة من الحاجات دي، وكل ما حد كان بيحاول يساعده يقول له لأ يا معلم انا فاهم انا بعمل ايه. وعشان كده هو فضل عايش مع الصوت ده 24 ساعة، وحتى الجيران ساعتها لاحظوا انه بقى قلقان ومضطرب دايما. تمام، قلقان ومضطرب ومش بينام وما بيفهمش في اوبر يا عم، كمان ايه علاقة ده بالقتل؟ ايه اللي يوصل واحد زي ده انه يقتل؟ في الاول جيسون ما كانش راضي يقول السبب الحقيقي لغاية ما ضغطوا عليه في التحقيق، وساعتها قال كلام انا الصراحة شخصيا مش عارف استوعبه لغاية دلوقتي، عشان قال ان التطبيق جواه شيطان
ايوه بالظبط كده، تطبيق اوبر جواه شيطان. وفضل يحكي ان التطبيق بيطلع فيه رموز، ولما بيضغط عليهم بيطلع له الشيطان، او زي ما قال شيطان براس بقره. And I pressed that button, and that's where all the problems went after that. ومن هنا ما كانش بيحس بنفسه، أكنه تمس من روح شيطانية. وقال إن يوم 20 فبراير اللي هو يوم الجرايم كان حاسس إن العربية فيها روح معاه، وحاسس بحرقان في جسمه أكنه بيولع. ومع إنه ما كانش عايز يرتكب الجرايم دي كلها، التطبيق اتحكم في دماغه وجسمه، وهو اللي قال له يجري بالعربية لما مات كان راكب معاه في الأول خالص. وبعدها التطبيق برضو اللي خلاه يضرب نار على تيانا وعيالها. ومش بس كده، عشان ده تطبيق يعني اكيد بقى ذكي شويه، راح قال له يرجع البيت وياخد مفاتيح العربيه بتاعت اهله اللي هي الشيفورليه السودا، ويسيب العربيه الفضي، وكمان ياخد مسدس تاني. هل بقى قال له يقتل الناس على طول؟ لا، هو قال له يشتغل شويه ويوصل الناس لغايه ما الاوامر الجايه تيجي. وفعلا هو فضل يعمل كده لغايه ما قتل ريتشارد وابنه تايلر والستات الاربعه. وبعدها كمل شغل عادي جدا وعمل كذا رحله لغايه ما في الاخر اتقبض عليه. بس هنا الشرطه ما كانتش مقتنعه بالكلام ده اكيد يعني، عشان اكتشفوا ان قبل ما يروح لمات اللي هو اول واحد خالص، راح محل الاسلحه اللي دايما بيروحه. ومع انه في العادي بيروح عشان يتكلم مع اصحاب المكان، بس هو المره دي اشترى بدله مضاده للرصاص، فيعني مش عارف، ما ظنش ان اوبر قال له دي كمان. وفي خلال كل التحقيقات دي البلد كلها كانت في حاله حداد، وكانوا كلهم غضبانين جدا من اهمال الشرطه، عشان لو كانوا قبضوا عليه بعد اول بلاغ على طول ما كانش هيحصل كل ده. وبعد ما التحقيقات خلصت عرضوا جيسون على دكاتره نفسيين، وساعتها اكدوا انه سليم وما عندهوش اي امراض نفسيه، وده بالنسبه لي شيء يعني مرعب، عشان ده معناه حاجتين، يا جيسون بيكذب وهم قالوا ان هو ما عندوش اي مشاكل زي مثلا كذب لا ارادي او سكيزوفرينيا او اي حاجه، يعني ممكن يكون كذاب شاطر قوي، او ممكن يكون فعلا اتلبس من شيطان او اتمس من جن، مش عارف. هحب جدا اعرف رايكم في النقطه دي. وفي 20 مايو 2016 محاكمه جيسون بدات، وكان بيقاطع الناس وبيقول كلام مش مفهوم طول المحاكمه، زي لما تيانا كانت بتقول اللي حصل وفجاه جيسون قاطعها وابتدى يقول حاجات عن اكياس بلاستيك سودا. They gave bags, these old people, they had these old black bags, they're called, they're black bags, and people drive around and look at them, it gets real, it's like, hey, it's time people look, and then that's when they tell people it's time to get the temple. ومع ان الضباط حاولوا يسكتوه، هو فضل يتكلم ويقول كلام مش مفهوم لغايه ما شالوه وخرجوه بره. عايز اقول لكم ان من ساعتها هو كمل المحاكمه بتاعته اونلاين. والله يعني كانوا بيقعدوه في اوضه ويشغلوا الكاميرا عشان ما يكررش الموضوع ده تاني. وفي 6 يونيو محاميين جيسون كانوا طالبين انه يعمل تقييم نفسي للمره الثانيه، عشان كانوا عايزين يدخلوه مصحه نفسيه، واكيد الشخص ده يعني اكيد في حاجه، مستحيل يكون هو عاقل زي ما قالوا اول مره. بس بعدها القضية فضلت تتأجل لغاية 7 يناير بعد 3 سنين من الحادثة الشيطانية دي. بس قبل ما حتى المحاكمة تبدأ، جيسون قال للقاضي انه فكر وخطط انه يعمل كل ده، وانه شخص عاقل ولازم يتحاكم، وانه يشعر بالأسف جدا من اللي حصل، بس برضو أكد انه عمل كل ده غصب عنه عشان التطبيق جواه شيطان وهو اللي كان بيتحكم فيه. وساعتها اتحكم عليه في 5 فبراير 2019 بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية التقديم على الإفراج المشروط. قضية من أكتر القواضي المجنونة اللي شفتها في حياتي. هحب جدا أعرف رأيكم، هل الراجل ده كان ملبوس ولا هو بيعمل يعني تمثيلية وخلاص؟ وحتى لو كان بيعمل تمثيلية هو اعترف، فمش عارف.
ممكن يكون كان عايز يخش مصحة مش أكتر زي ما المحامين كانوا عايزين يعملوا. هحب جدا أعرف رأيكم، وأتمنى تكون القضية دي كانت مثيرة للاهتمام فعلا ليكم زي ما كانت ليا أنا وفرح، وإن شاء الله نشوفكم في القضية والفيديو الجاي. سلام.